يا بابا، شو يعني مانك ناوي توقف لاكشي عند حده كمان؟ أول شي اللي مثلك لازم يتعلم كيف يحكي لاكشي. بس يا بابا سانسكار، تعالوا معي هلأ لشوف، بدي أحكي معكم بموضوع كتير مهم. خلاص في شي ما عاد ينسكت عنه أبداً أبداً، لازم الاحترام يكون أول شي بهالبيت. لاكشي، سانسكار، امشوا معي هلأ. يلا. تعرفي شو عم حس؟ انه انا حابة اقول الحياة للكل هون. خليني شوف كيف هو رح يقدر انه يحمي عيلته بوقتها. بابا، بابا ليش راجيني هيك عم تتعامل معك؟ ليش؟ لاكشي، يا ريتكم بتعرفوا شو عم بيصير، وانه راجيني هلا عم تحاول تعاقبني على شيء قديم كتير. يعني انا هلا عم اتعاقب على جريمه ما عملتها اساسا، بس انا هلا ما بقدر خلي راجيني تكشف السر الكم كلكم، رح تتدمروا. لهيك رح اسكت من شانكم. شبك واقف هيك؟ جهز لك مشروب؟ ولا صحي انت بتشرب من القنينة؟ لاكشي، لاكشي، لاكشي شبك، شو رح تعمل هلا؟ لاكشي، لاكشي شبك انت، لاكشي، لاكشي، لا لاكشي، شو عم بيصير لك؟ تفضلي، تفضلي، تفضلي. دهنيهم على وشي أنا، لأنه أنا الشخص اللي مسؤول عن كل شي صار. أنا اللي مسؤول عن عذابك. أنت فيكي هلأ تعملي معي شو ما بدك، بس بعدي عن أهلي وعيلتي بطرقك المقرفة بالانتقام هي. خدي دهني على وشي، يلا يلا راجيني دهني على وشي. بس أنا ما رح استفيد شيء إذا عاقبتك إلك لاكشي. أنت بدك تحط الحق علي، معناها أنا رح عاقبك، وأنت أكيد طبعاً رح تقبل بالعقاب هذا، ولا شو؟ شو؟ موافق؟ شو مفكرني ما بكون مبسوطة كتير لما أشوفك وأنت عم تعاني؟ ليك عيونك مليانين بالحقد، بس مع هيك أنت عاجز وما بتقدر تعمل شيء. لما تشوف أمك عم تنزل قدامك، وطبعاً هذا الشيء اللي عم بيصير هذا كله بموافقة من أبوك كمان، هي هي فرحتي. لما بشوفك هيك، لما شوفك وأنت هيك ضعيف وعاجز تعمل أي شيء، أنا ما بقدر أوصف لك فرحتي طبعاً، ورفضك لإلي ولرغباتي. تعرف قديش عانيت بسبب هالشيء؟ أنت عذبتني كتير لاكشي. كل شي عم أعمله هلأ لحتى أنتقم منك، بس ومشان هيك أنا هلأ عم عذب لك عيلتك. ما رح عذبك لإلك، أنا بدي أشفي غليلي منك أنت،
شوفي شي بضحك. لا ولا شي، بس كنت عم فكر انه بالنهاية على الأقل معي عيلتي، وعيلتي بتحس فيني وأنا بقلق عليهم. بس أنتي لساتك ما بتعرفي شو يعني عيلة أبداً. راجيني مشكلتك إنه ما فيك تنطفي قلبك، على الأقل نطفي وشك. ليك اللون الأسود لساته مبين عليه. خلص راجيني بكفي هيك، سوارة هزمتك هالمرة قدام الكل. سوارة هزمتني؟ طيب كيف بابا تجرأ انه يهددني؟ وهي لاكشي هاجمني كمان؟ لاكشي على طول بيتمسخر علي بهالطريقة البشعة؟ بس لهون وخلص. انا لازم اعمل شي كتير كبير هالمرة. أنا رح أورجيهم كيف خليهم يعرفوا يلزموا حدودهم كتير منيح. يلا كلكم فيقوا تعالوا لعندي بسرعة، هذا أمر من صاحبة البيت. يلا تعالوا بدي أحكي معكم بشي ضروري. أنت ما لازم إنك تنزعج أبداً، أنا بدي أحكي شي ضروري كتير. استنوا شوي. شوفي راجيني، تنتين الصبح وأنتي بعرف هالشي يا سوارة، بس أنا عم أتصلك بهالوقت حتى أخبرك إنه كل شيء بهذا اليوم رح ينتهي، لأنه عيلتك عم تمر بمرحلة سيئة. وهي هن قربوا من نهايتهم كتير، ولهيك أنا نظمت حفلة لنحتفل بهي النهاية. السنة خلصت والعائلة كمان. ليكي على الساعة 12 ونص الليل رح نعملها لهي الحفلة، وانتي لازم تيجي يا سوارة وتحضري هاي النهاية معنا. وأنا هالمرة عم أحكي عن جد سوارة، ولهيك أنا خلص هالمرة قررت إني أبشر الحقيقة للكل. بعرف إنه هالشي صعب، حاولوا تناموا اليوم لأنه ما رح فيكن تناموا بعدين. لازم نحضر الأداء المتميز لحدا كتير مهم بهالحفلة. سمعوني الزقفة.
شكرا لك. هاي كانت بس البداية، والسر المهم رح ينكشف هلأ. شوفوا هاي صورة السيد دورغا براساد. شو
لساتني على وعدي لإلكن من أول الحفلة، وقلت لكم إنه أنا اليوم رح أكشف لكم سر كتير خطير. تفضلوا، هذا أكبر سر مخبى لهي العيلة. السيد دورغا كبير هاي العيلة، اللي على أساس ملتزم وكتير مثالي، بس بالحقيقة هو مجرم. راجيني، وبلكي هاي الصورة كانت تطبيق، وانتي عم تحاولي انه تتهمي ابي، واكيد هدول فبركة كمان. انا كنت عارفانة انك رح تحكي معي هيك، ولهيك انا جبت معي لهون شاهد عيان بس مشان تصدقوا الكلام اللي عم بحكيه. لنص الليل، وقت رح تدق الساعة 12 رح تطلع الحقيقة قدامكم. لا راجيني، أهلين، بحب أعرفكم بأختي سوارة. شو أنتي وين كنتي لهلأ؟ المهم إنك إجيتي. شو هذا سوارة؟ هذا الطوق تبع عرسك؟ أنتي ليش ماسكتي بإيدك؟ لأني باخد قوتي منه راجيني. بس هو مكسور، لا تنسي هالشي. شو الفايدة منه؟ كبي، لسه ما صار الوقت. تقبلي هالفكرة هاي. تأخرت كتير سوارة، والسر انكشف. لكشي، وين سانسكار؟ عشرة، تسعة، ثمانية، سبعة، ستة، خمسة، أربعة، ثلاثة، اثنين، واحد. سنة سعيدة للكل، وخصوصاً لإلك يا بابا. أنت من أول السنة رح تروح على عقابك. لأنك واحد مجرم، والمجرم ما بيصير ينترك برات السجن. والشاهد العيان رح يكشف لكم هلأ كيف البابا ارتكب لهي الجريمة. بابا ما ارتكب جريمة. والبنت لساتها عايشة. Oh, shit.
لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.